شدينا دلوقتي معاد موجز لاهم الاخبار مع هاله الحملاوي شكرا شاذلي الثامنه صباحا بتوقيت القاهره الخامسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان مصر لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دوليه مشيرا الى انه يتم التنسيق بصفه مستمره مع البنك المركزي للحفاظ على الالتزامات وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زياره لعدد من المصانع في مدينه العاشر من رمضان ومشروعات الاسكان بمدينه العبور الجديده اكد مدبولي ان الدوله شغلها الشاغل هو الصناعه والزراعه مضيفا ان الحكومه اقرت المرحله السادسه من رد اعباء الصادرات بقيمه عشره مليارات جنيه وانه سيتم خلال الفتره القادمه تغطيه كل اعباء الصادرات وشدد مدبولي على ان زياده الصادرات هي مساله امن قومي لمصر وتاتي على راس اهتماماتها أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة علي مدار العام الماضي، بما يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين واكد المنسق العام للحوار الوطني عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني لافتا الى ان اختيار مجلس الامناء يعكس تمثيل المجتمع المصري والتوازن مشيرا الى عدم اصدار اي قوى سياسيه او حزبيه بيانا حول رفض الاشتراك في الحوار بما يشير الى حاله من الاجماع بشان الحوار الوطني أكد الجيش السوداني استقرار موقف العمليات العسكرية في جميع المناطق بالبلاد، متهما قوات الدعم السريع بتنفيذ قصف عشوائي في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة ووسط العاصمة الخرطوم وأم درمان، كما أكد الجيش السوداني أن قواته اشتبكت مع عناصر الدعم السريع في مناطق الحلفاية وجنوب أم درمان، مشيرا إلى أنه تصدى لمحاولات استخدام أرتال عسكرية لعناصر الدعم السريع من غرب البلاد. كما اتهم الجيش عناصر الدعم بنهب فروع عدد من البنوك ومحال تجاريه في العاصمه الخرطوم أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا أجلت 1888 شخصاً من السودان في 21 رحلة جوية منذ بدء عملية الإجلاء، وذكرت بريطانيا أنها ستوقف إجلاء رعاياها وغيرهم من السودان مع تراجع الطلب على أماكن في طائراتها. قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، وصفة تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه غير مقبول. وأضافت الخارجية الأوكرانية أن هذه القيود لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة، مشيرة إلى أن هناك أسس أسسًا قانونية كاملة للإستئناف الفوري. لصادرات السلع الزراعيه الاوكرانيه الى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا فضلا عن استمرار الصادرات دون عوائق الى الدول الاعضاء الاخرى في الاتحاد الاوروبي ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الأمريكية عرضت على عدة مؤسسات مالية شراء أصول بنك فيرست ريبوبليك الذي يعاني مشاكل منذ منتصف مارس هذا ويتعرض فيرست ريبوبليك لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس لكن المصرف فشل في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة بعدما أكد أن العديد من زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعه هم المقدرة بأكثر من 100 مليار دولار، أعلن البنك المركزي التونسي أن عائدات السياحة في البلاد

2.93 مليار دينار في 20 من ابريل من عام 2022، لافتاً إلى أن صافي احتياطات النقد الأجنبي تراجع إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 من ابريل، مقابل نحو 24.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022. إنتهى موجز الثامنة وعودة لإستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل